والمؤثرات العقلية. تخيلوا خوتي أنه داخل في العالم التقني كاين أفراد تقنيين يبريباري لك طيارة وهو مسطول أو هو كالي الكاشيات. هذه حاجة منتشرة كثير في القواعد الجوية العسكرية في الجزائر تحت نظر القيادة وتحت علم القيادة، لأنه حتى القيادة كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول، وكلهم يتمشوا بالعقلية نتاع طفي الضوء ولا اضرب النح، على بالهم وعلى بالهم باللي أن الافراد نتاعهم يتعاطوا المخدرات. ورانا جايين في الموضوع في نقطة اخرى. ثانيا الجانب العملي. في الجانب العملي خوتي شوفوا معنا هذا السيد، هذا النقيب مصباح منور، هذا النقيب قائد طائرة سنة الفارطة 2019 حط بالمروحية نتاع الدرك الوطني بلا ما يفتح عجلات الهبوط. خطأ بشري رهيب تسبب في خسائر مادية معتبرة في المروحية، أيضا أنه تسبب في تهديد سلامة الطاقم اللي كان راكب معه. مصباح منور ما زال يزاول مهنة الطيران إلى يومنا هذا. كي تجي تفتش على هذا النقيب من وراءه تلقى أخوه هو المسؤول عن مكتب التكوين والتربصات، كما أنه هو اللي رسله يدير تربص طيار في بريطانيا. لما نتحدث على مصباح منور أو هذا النقيب غادي نلقاوه مجرد نقطة من بحر من عالم الوساطات والمعارف. علاش؟ نروحوا المدرسة العليا للطيران في طفراوي اللي كان حاكمها الجنرال بومعيزة اللي راه قائد سلاح الجو الآن، نلقاو أنه باش تدخل كطالب طيار في مدرسة العليا للطيران بطفراوي لازم لك سلالة نتاع معرفة، لازم يكون عندك باع طويل في المعرفة. هذا هو الشيء اللي خلى الجنرال بومعيزة ينتقل من قائد مدرسة إلى قائد سلاح الجو بدون ما يفوت على قيادة الأركان أو بلا ما يدير ليطا ماجور. كما أنه هذا بومعيزة كان متسبب في هلاك العديد من الطيارين بسبب الإهمال والسرقة والنهب والفساد داخل هذه المدرسة، على غرار الجنرال بوغستور القاعدة الجوية تاع أمبواقي اللي طاحت له مؤخرا طائرة وكأنه لا شيء حدث. نقطة أخرى في الجانب العملي ألا وهي الغش وتضخيم عدد ساعات الطيران. تخيلوا خاوتي أنه هادو لي بيلوت باش يطلع من مساعد طيار إلى طيار أو طيار قائد أو طيار مدرب لازم له عدد معين من الساعات. واش يديروا لي بيلوت نتاعنا؟ مش كل لكن الأغلبية نتاعهم أنهم يضخموا عدد ساعات الطيران. لما يخرج في مهمة المدة نتاعها مثلا ساعتين ونصف، هو لما يدخل يسجل أنه طار 3 سوايع، وهذا ما